منظمة المرأة في العلوم من أجل العالم النامي Organization for Women in Science for the Developing World OWSD هي منظمة دولية تأسست عام 1987 ومقرها في مكاتب الأكاديمية العالمية للعلوم TUAS في تريست إيطاليا وتعتبر واحدة من البرامج التابعة لليونسكو. الـ OWSD هي المنتدى الدولي الأول لتوحيد العالمات البارزات من العالمين النامي والمتقدم بهدف تعزيز دورهن في عملية التنمية وتعزيز تمثيلهن في القيادة العلمية والتكنولوجية. وتوفر الـ OWSD التدريب على البحث والتطوير الوظيفي وفرص التواصل للعالمات في جميع أنحاء العالم النامي في مراحل مختلفة من حياتهن المهنية، وتعتبر العضوية في شبكة OWSD الدولية لفروعها في البلدان المختلفة مسؤولة عن توحيد العالمات في البلدان النامية وتقديم معلومات عن الفرص والأحداث الإقليمية والمحلية والوصول إلى أنشطة خاصة ببناء المهارات بما في ذلك المنح الدراسية للعالمات في أقل البلدان نمواً للدراسة للحصول على درجات الدراسات العليا الدكتوراه في بلد نام آخر، ومنح للعالمات في بداية حياتهن المهنية لدعم شراء المعدات والنفقات الأخرى اللازمة لإجراء أبحاثهن، وجوائز لتقدير والاحتفاء بالعالمات في بداية حياتهن المهنية اللواتي قدمن مساهمات كبيرة في البحث والتعليم في مجالهن العلمي. وتوفر الـ OWSD الدعم للعالمات طوال حياتهن المهنية أثناء التقدم من العلوم الجامعية إلى أبحاث الدكتوراه إلى دراسات ما بعد الدكتوراه، ويمكنك الاعتماد على خبرة أعضاء الـ OWSD وخبراتهن لمساعدتك في المرحلة التالية من حياتك المهنية، ويمكنك أيضاً حضور المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية في مجال البحث الخاص بك وتطوير مهاراتك الخاصة بالكتابة والعرض التقديمي، بل والاشتراك للحصول على مساعدة من إحدى الزميلات ومعرفة ما يلزم لتصبحي قائدة في مجالك، وبشأن أن تغيري الظروف التي حولك لتكوني في يوم من الأيام في وضع يسمح لك بإقناع واضعي السياسات بضرورة مراعاة الظروف والمعارف واحتياجات المرأة عند تصميم المشاريع البحثية وتدريب النساء على كيفية استخدام التقنيات الجديدة التي يمكن أن تغير حياتهن العملية والعائلية. في نظرة تاريخية عن تأسيس OWSD فإنها كانت فكرة في عام 1987 في مؤتمر تواس في بكين إلى الإطار الذي تم وضعه عام 1988 في مؤتمر دولي برعاية تواس وسيدة في تريست إيطاليا إلى منظمة تحمل اسماً ومفاهيم واضحة في عام 1989 إلى بعد ذلك بأربع سنوات 1993 تعمل منظمة الـ OWSD نيابة عن العالمات في العالم النامي لأكثر من ربع قرن. وبدأ ما يعرف الآن بالـ OWSD كنواة في مؤتمر حول دور المرأة في تطوير العلوم والتكنولوجيا في العالم الثالث في عام 1988، ونظم المؤتمر TUAS الأكاديمية العالمية للعلوم من أجل تقدم العلوم في البلدان النامية في مقرها الرئيسي في تريستا إيطاليا وبرعاية السيدة، وشاركت 218 عالمة رائدة من 63 دولة نامية، وتم تشكيل مجموعة لدراسة لاستكشاف إمكانية إنشاء المنظمة من شأنها أن تدافع عن الخبرات والاحتياجات ومهارات العالمات في العالم النامي في اجتماع آخر في تريست إيطاليا في العام التالي 1989. تم إنشاء منظمة العالم الثالث للمرأة في العلوم TUAS، وتم الاتفاق على المفاهيم الأساسية واعتمادها، وتم إطلاق TUAS
رسميا بعد 4 سنوات في القاهرة في مصر 1993 في أول جمعية عامة برعاية هذه المرة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وتم التصديق على المفاهيم الأساسية للتي أوز في هذا الحدث، وتم إدخال التعديلات عليه في الجمعيات العامة اللاحقة. وفي 29 يونيو 2019 صوتت العضويات لاعتماد اسم جديد منظمة المرأة في العلوم من أجل العالم النامي الـ OWSD في الجمعية العامة الرابعة في بكين الصين. وتدعم الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي الـ OWSD ماليا منذ 1997 بدعم السيدة السخي المستمر، وقامت الـ OWSD بتمويل 340 منحة دكتوراه للنساء في الجنوب للدراسة في الجنوب. من بين هؤلاء تخرج حوالي 200 باحثة. وفي عام 2012 أعربت وكالة سيدا عن ثقتها الكبيرة في قدرة الـ OWSD إلى إحداث تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية للمرأة في الجنوب من خلال مضاعفة عدد الجوائز الخاصة بالمنح الدراسية المقدمة سنويا إلى أن تصل إلى 50 منحة. تغطي هذه المنح الدراسية جميع التكاليف المتعلقة بإجراء البحوث في البلد المضيف التي لا يغطيها المعهد المضيف، بما في ذلك تكاليف السفر والتأشيرة والتكاليف الصحية والرسوم الدراسية والمقاعد، بالإضافة إلى راتب شهري للفائزات والإقامة ونفقات المعيشة. حددت وكالة سيدا أنشطة محددة من شأنها ضمان حصول هؤلاء النساء على فرصة حقيقية للمنافسة بنجاح في الساحة العلمية الدولية والانخراط في أبحاث ذات جودة عالية، والتي بدورها ستغذي الاقتصاد المحلي وتشمل مجموعة من ورش العمل، أهمها ورش عمل إقليمية سنوية خاصة بمهارات الاتصال العلمي وتمويل إضافي لكل زميلة في مرحلة الدكتوراه للسفر إلى ورش العمل والمؤتمرات الدولية ذات الصلة. تهدف الـ OWSD إلى زيادة مشاركة المرأة في البلدان النامية في البحث العلمي والتكنولوجي والتعليم والقيادة، وتعزيز الاعتراف بالإنجازات العلمية والتكنولوجية للعالمات في مجال التكنولوجيا في البلدان النامية، وتعزيز التعاون والتواصل بين العالمات في البلدان النامية مع المجتمع العلمي الدولي ككل، وزيادة وصول النساء في البلدان النامية إلى فوائد اجتماعية واقتصادية في العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة العالمات في تنمية بلدانهن، وزيادة فهم دور العلم والتكنولوجيا ودعم أنشطة تنمية المرأة. وفي نظرة إحصائية عن دور المرأة في العلوم، فيعتبر 30% فقط من الباحثات في العالم هن من النساء، في حين إن عدد متزايد من النساء يلتحقن بالجامعة كطالبات جامعيات، فإن العديد منهن يخرجن من أعلى المستويات المطلوبة إلى العمل. هذا الوضع يعتبر أسوأ بالنسبة للنساء الحاصلات على درجة الدكتوراه في العلوم في البلدان النامية. يمكن الحصول على بيانات ذات الصلة لبلدك باستخدام أداة تفاعلية خاصة بوومن ان ساينس، والتي طورها معهد اليونسكو للإحصاء، والتي تقدم أحدث البيانات المتاحة للبلدان في جميع مراحل التنمية، وتتيح لك استكشاف وتصور الفجوات بين الجنسين في قرار الحصول على الدكتوراه إلى المجالات البحثية في القطاعات المختلفة. لماذا من المهم للمرأة أن تمارس العلم؟ من المعروف أن البحث العلمي والتقدم يمكن أن يؤدي إلى المعرفة وأن يؤدي إلى التطور في المنتجات التي تحل العديد من المشكلات التي تواجه البلدان النامية، بما في ذلك المرض والأمن الغذائي وتغير المناخ وتأثير الكوارث الطبيعية وتطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المنتجات والابتكارات لها قيمة سوقية يمكن أن تسهم في الاقتصاديات المحلية والدولية وتخفيف حدة المرض والفقر والبطالة ونقص المسكن. وإذا لم تشارك النساء بشكل مباشر في البحث العلمي، فإننا سوف نفتقد خبراتهن الخاصة بمعرفتهن المحلية في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم النامي.
لأن لدى النساء احتياجات يومية وإجراءات روتينية موجهة نحو دورهن كمقدمين رئيسيين للرعاية الصحية لكبار السن والأطفال، وتشكل النساء غالبية العمال الزراعيين في بعض البلدان، إذ يزرعون ويحصدون الطعام لأسرهن، فضلاً عن بعضهن يجمعن المياه العذبة للشرب في بلاد أخرى، إذ تم إشراك النساء كمشاركات في البحث العلمي وكمستفيدات أيضا من البحث العلمي، فسوف يكون له تأثير على الأطفال وكبار السن وعلى المجتمعات المحلية والعالمية بشكل مباشر وفعال. أتمنى أني أكون أديت نظرة واضحة عن منظمة المرأة في العلوم من أجل العالم النامي Organization for Women in Science for the Developing World، the OWSD.